السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في سوق كاسا باراتا. اليوم جينا نشوفوا الاسمنه، الخضر، فواكه، ونشوفوا السوق كيفاش عامل، واش طالع او لا هاود، ونشوفوا الراي ديال الناس في هاد الخضر وفواكه في هاد الغلاء هذا. 100 درهم اخو راجي، باش 100 درهم كانت كتجيب جوج قفاط في السوق دابا 100 درهم تخليها في مطيشه وبصل. رئيس الحكومه هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه في هاد الشيء. راه السلعه عند الفلاح كتسبع خمسه سته ديال المرات. توصلنا في تريبليا. وصل هنا المارشي شاريها شناخ، ثلاثه شناخ شارينها. كليان كيلصقها فيكم، ونتوما كتلصقوها في المارشي، ومارشي كيلصقوها في الفلاح. راه كدوز ثلاثه حتى لاربعه المراحل كتوصل لعندنا. وكل واحد خصو هامش الربح ديالو. المشكل الاساسي الشناقه، نزولوا الشناقه اخي. حنا يجي الفلاح من السوق غنشريو ما عنده السلعه ونبيعوها حنايا، هذا بيع 10 هذا بيع 10. فكره مزيونه هادو والله الا حنا الشناق نديوها للحبس كاع ما يبقى لنا في السوق. حاجه انا والله الا ندمت اللي رجعت لهنا. عاد كنتي في الغربه والله العظيم الا مشيت ندمت اللي رجعت. ندمت واحد الندمه كبيره، ماشي زعما قبل كنت كندبر البركه. يعني اللي جينا للسوق تكع كندبر هذيك 5000 4000 دايس. عندي 11 دخوتي اللي تامه، ما عندي لا يما لا بابا، فهمت؟ خاتم عليهم. انا في عمري 62 سنه ما عمري شفت هذا الغلاء. شنو كيكون رد فعل الدرويش ملي كيجبر هذه الخضره هذه غالي؟ نقول لك المعامله اللي غنتعاملوا معاه شي حاجه بايسه، بحال شي حاجه بايسه عندنا. هيدا كنتعاملوا معاه كنطيوا له نص ثمن وساعه. يعني الحاجه عبد الواحد الطوراني دابا هنايا قال لي هذا الموطع هذا ضد الدراويش. يعني الانسان لا جا شحال ما عطاك تبارك الله. شا ما عطا تبارك الله. دراهم 3 دراهم اللي عطاه. سينا عاون ما تخسرش هو باش هو تعاون معاه وسالم. سلام عليك. عجبت عبد الله. كيف اليوم جيتي تسخر وكيفاش جبرتي السوق الاثمين؟ اش باش نقول لك، الحوت هي رخيصه، اما الخضره هي غاليه. المطيشه اليوم الصبح 5 دراهم، بطاطا 8 دراهم. بصل سقسيتي على بصل؟ بصل يا ما صدرش وسلام على بصل. 1300 1400 انا الدرويش والو. رمضان هذا ما يقدر الله يحسن العون. يعني الدرويش معذب في القباله. معذب اوحى العذاب، ما عندوش يخاف. ماشي بزاف الحاجات. دابا نسينا هو اللي كتسخر في الدار كيتسم. شحال كانت كتعمر لك هذا الكاروس؟ كاروس قبل شحال كانت كتعمر ودابا شحال كتعمر؟ كاروسه كنت كنعمر 200 درهم نمشي مخير، اليوم 400 درهم ما تكفاكش. عاد يلا يا ودي تمشي تشري اللحام ما تقادش عليها. 100 درهم الله يا ودي، هذا مصيبه. دابا اللحام ما بقى كيشريها حتى واحد، هذيك غلا. جات الصبح اليوم 2000 فرانك. كيقولوا هما كيقولوا 1600 1700 هما دابا 2000 فرانك. كيفاش غادي يسمينا هذا السوق هذا؟ الله يحسن العون المسكين. يعني خصك تجيب 500 درهم يلاه تعمر واقيلا هذه باش تكمل. ما تقدك شي 500 درهم والله ما تقدك، والله ما تقدك ولا تقدك 500 درهم. الله يحسن العون، بنادم ما خدام ما ردم. اللي عنده مسؤوليه ولا عنده العول في الدار. الله يرزق الصبار، الله يرزق الصبار بنادم اللي عنده الدراري، الله يرزق الصبار والسلام. ما الزيت الطحين هذه كل شيء زايد، كل شيء. مسكين مالنا فين هي الخدمه؟ ما دام علاش دابا كيمشي يموت كيحرق؟ علاش كيمشي يحرق؟ كيغامر كيقول لك اللهم امشي. دابا انا بيدي ولادي غدا كيقول لك انا ما خصنيش نبقى هنا. دابا ولادي ها هما من لحم من دمي كيقول لك ما خصنيش نبقى هنا. مع كيشوفوك نسينا كاسعار كتقاتل باش كتجيب لهم واحد القفه وهما مساكن كيشوفوك. حاجه انا والله الا ندمت اللي رجعت لهنا. عاد بس انا كنت في الغربه. والله العظيم الا مشيت ندمت اللي رجعت. ندمت واحد الندمه كبيره ماشي زعما. الله يا ودي تسن هاد الشيء هذا. هادشي بزاف واخا الله يجيب لك التيشيرت. امين ارحم ولدك. هذا شحال كنا كنشريو؟ 100 درهم دابا 20000 18000. الشطون وصل حتى 60000 كيوصل 30 درهم للكيلو. دابا هذا الحوس كيديوه غير الدراويش. دابا الدراويش كان احنا عايشين مع من صحاب، عايشين مع التجار، عايشين مع الدرويش. كناكلوا مع الدرويش ما كناكلوش مع بنادم اللي قامبا. قام 60000 كنا كنشريوها 60000 دابا 110. البارح دينا ب 60000 اليوم 110. ها الكيلو 70 درهم كنا كنبيعها ب 50 درهم. قام يعني دابا نسينا مجوج. لا باقي ما مجوجش على خوتي. الله يخليهم. اجي نقول دابا نسينا كتشوف راسك واش كتمشي مرتاح في هذه الخلصه اللي كتخلص؟ البركه كنديوها ما نمشيش. يعني قبل كيفاش كنسي ودابا؟ قبل ها هو كان قبل كنت كندبر البركه. يعني اللي جينا للسوق تكع كندبر هذيك 5000 4000 دايس. عندي 11 دخوتي اللي تامه، ما عندي لا يما لا بابا، فهمت؟ خدام عليهم. ما كتقدنيش. كنت كنجي 200 درهم كنعمر قفه مفتشه بالفروطه ديالها باللتين
سنس كيلو ديال الحيمه معاها، دابا 500 درهم 600 درهم حتى اللحم ما كتلحقاش، حتى هذا ما كتلحقوش. مع دابا الناس ما بقاوش كيتسخروا كيما كان. ما بقاوش، المراه كتجي خانك. انا خصي البارح بوبريه جات تشري الخضره، جبت بصل 1400، بطاطا 8 درهم جات حالها، والله ما دات والو. شني عاد درسنا بوبريه، عاد درسنا في داوس تعشينا بهم ناسنا. عبد الوحيد عندك هادشي مرتصب يا سالم، عطاك الله الصح. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم، الله يعزكم اخوتي. عروسة السوق فين هي؟ هي ديك راهي هي. هذه عروسة السوق، شحال الثمن ديالها؟ 13 درهم اخاو. شحال كانت الأثمنة ديالها قبل؟ الأثمنة ديالها كانت 10 درهم، 9 درهم، 11 درهم. ودابا أنت كتعرف المناسبة ديال موسم رمضان راه كتزاد الحاجة. أنا مأكد يكون جا عندك واحد الشي درويش هنايا مسكين. شنو كيكون رد فعل الدرويش ملي كيجبر هاد الخضرة هادي غالية؟ نقول لك المعاملة اللي غنتعاملوا معاه شي حاجة بايسة بحال شي حاجة بايسة عندنا هادي، كنتعاملوا معاه كنطيوها له بنص ثمن وسال. يعني الحاجة اللي طايبة كما كنقولوا حنا. نقولوا بايسة لي شي يومين شي نهار هيدا، بحال كنخدموا دابا بحال يوم الخميس كتكون باقا لنا شي سلعة نهار الاثنين الأحد. الدرويش انت هنا كتعرف راه هي السلعه كتبقى لنا هكذا. عمي عنسالي وعمشيو نشوفوا الخضره الدرويش. فهمتيني باش ما عطى الله هذيك يقولوا له السالم. يعني تسينا بيدك عاودي باش تجبر مركوب وين تنسينا الظروف ديالك مزيان. سي باشي والسالم كتقضي بها الحاجه اللهم بالدرويش ولا. ملي نقولوا بصل قلت لي 13 درهم. سوماطيش شحال؟ ماطيشه انت هنا كتعرف هذه يومين كنا كنبيعوها ب 5 درهم، دابا انت هنا كتعرف حنايا شاريناها ب 6 درهم. اللي ملي كتكون سينا شاريه 6 درهم ولا غدا كيطيح السوق، كيفاش كتعامل مع السوق نسين؟ ايوا خاصك تمشي مع السوق كيما البيع والشراء ديالو. دابا تنصوم مره رابحين مره خاسرين. مره رابحين مره خاسرين ضروري. القفه اللي كان كيستهلك ب 200 درهم 300 درهم دابا كتنقام عليه ب 400 حتى 500 درهم وما كيدي فيها والو. دابا اذا جينا نشوفوا بطاطا 8 درهم، ماطيشه ب 6 درهم، بصل ب 13 درهم، قراب 1000 فرانك، اللفت 10 درهم، دبنجال دابا عمل واحد الاثمنه خياليه، دبنجال ب 10 درهم. دبنجال شحال دبنجال؟ دبنجال ب 10 درهم. تبارك الله. وهي عندك السلعه زعما مزيونه ولكن ما علوم ماكش حسينا بيدك شاريه يعني كيتسمى غالي. دابا حنايا على عرفتي علاش؟ كنهربوا على هذيك السلعه اللي طايحه وسالم باش هذه هي، حيت حنا عندنا بلاصه داخل ما نجيبش السلعه طايبه ولا شي حاجه اللي عاد دوز لي يومين ولا نهار عاد طيح لي. كنقيو ما امكن نجيبو الحاجه دكادير هيدا شي حاجه ممتازه باش كتصبر ديك النهار يومين ثلاث ايام. دابا راه شنو غادي نعمل؟ نمشيو نشوفو الخضره الدراويش اللي عندك اللي واو سلام. راه نشوفو الخضره الدراويش عندك عمل سيها واعره. عبد الواحد بوراني دابا هنايا قال لي هاد الموطع هذا د الدراويش، يعني الانسان لا جا شحال ما عطاك تبارك الله. ما عطا تبارك الله. درهم 3 درهم اللي عطاه. يعني سي نعاون ما تخسرش هو باش هو يتعاون معاه وسالم. دابا عبد الواحد كاين الناس اللي كيجيو يديوها. الناس اللي كيجيو يديوها هذا يستهلكوها ياكلوها كذا. الله يحسن العون عاوت. كتكون يعني الظروف ديالهم بورانيين. كتحكم عليه لانه هو ما يجي ما عمر شي قفه ديالو بشي حاجه اللي يستهلك اكثر من العدد ديالو. راه كتكون عنده 50 درهم خاصو يدي بها كل شيء، خاصو يدي بها الخضره الحوت. سينا عام دابا شويه فلفل شويه بطاطا حلوه شويه فلفل. الحاجه اللي ناقصه الحاجه اللي كنحس بها تفزت كتنزل هنايا باش كيجي الدرويش الواحد اللي يديها. دابا واحد الدرويش هذا 3 درهم. الفلفله هذه اللي غنبيعوها حنا ب 12 درهم غنبيعها له ب 3 درهم. فهمتيني؟ وباقي كنجمع لهم بطاطا شي حاجه اي حاجه. انا كو هذا دابا هو يمشي الليل يجيبرو ب 1000 فرانك، هنايا غنبيعو له ب 4 درهم. دابا انا عجبني هاد القضيه هادي اللي عامنتينا الصراحه برافو لي. نلقي هذيك الجهه باش حتى هذا المستهلك اللي يجي عندي. يعني كاين اللي كيعمل شي واحد فوق قفه. لا هذيك لا ما خدامهاش يعني ما انت كتبيع لي بالثمن ولكن كتعمل لي وحده ولا جوج ضروري. حيت حنايا هنايا كنعطيهم ميكا، كنعطيهم ميكا يعمر بيدو. شي حاجة ناقصة شي حاجة مهرسة شي حاجة هذي كتزولها كتنزلها هنايا. واش غنقول لك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اي والله الله يعاونك. الله يعزك اخي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيني وبينك كيفاش جاك السوق اليوم؟ السوق ما كيعمرش إذا ماشي سوق. السوق هو اللي كيعمر. وخصنا دابا شو خصنا دابا معيشة ترخص باش الإنسان يجي يتسخر بزاف دابا بقاش كيجي للسوق. هذا مشكلة آخر.
يعني مشكل الغلاء يعني مشكل صعيب يعني راه الناس مساكن ما شاء الله الغلاء اخي واش دابا الانسان اللي خدام في الشركه باغيين كيتخلصوا نفس الصالير وكلشي غلا بنادم ما بقاش يقدر يجي يوصل ب 1300 بزاف البصل كان كيستحمل 3 دراهم 2 دراهم ونص 1300 بزاف دابا سين السقرة اللي كنتي كتسخر شحال هذه هي اللي كنتي دابا كتدخل لا والو دابا الغلا دابا الغلا بزاف بزاف ماشي غير شويش الله يحسن العون الاخر اللي خدام كاين اللي ماشي بالصالير بالشهريه كاين اللي خدام في السيمانه 60 الفرنك في السيمانه واش غيخلص هذاك ما يقدر يخلص والو هذاك يلاه يسكن هذاك ما غيخلص حتى شي حاجه زعما هادشي بزاف يعني ما هادشي يعني كثير بزاف يعني ما عمرنا شفنا هاد الغلا هذا انا في عمري 62 سنه ما عمري شفت هاد الغلا هذا السوق شادي نقول لك زعما الحق كان كنشوفوا الغلا ما عمري شفناه هادشي هذا ما عمري شفنا الغلا اللي كنشوفوا هاد الشيء دابا بيني وبينك لطيتك 100 درهم واش اسعار مرقوفه ولا ما اسعار مرقوفه؟ اسعار مرقوفه ابصرت شي جوج الحاجات ياول جو الحاجه اما بطاطا تجي بطاطا تشون طلع بحالك صافي ماطيش حاجه بارسيه ماطيشها 170 درهم 180 درهم نكيلو شحال ونكيلو 8 درهم 7 درهم دابا 8 درهم زعما الثمن دابا مزيان الثمن درهم 8 درهم الثمن غالي اخي والله لا غالي اخي قلت لي الثمن مزيان غلا عزيز كان سواد او طلعت والله صال دابا كيلو شحال بصل 12 درهم باش مخلصينا اليوم اخي والله هي الثمن ديالها مناسبه ولا لا بصل والله الا في مارشي 12 درهم يعني كتعطيني دابا الثمن ديال مارشي ولا تعطيني الثمن ديال السوق ثمن السوق 14 درهم اخي 100 درهم اخو راه جيب ماشي 100 درهم كانت كتجيب جوج تقفط السوق دابا 100 درهم تخليها في مطيشه وبصل دابا باش نعرفوا نسينا بيدك عندك بلاصه هنا بيدك كترزق على الله مين كتمشي للمارشي كيفاش كتجبر الاسمين مين كتمشي للمارشي كتجبر الاسمين الناس اللي كتخدم بصح وما خدام ماشي في المارشي واش مخبارك الناس اللي كيجيو يتسخروا يقولوا نسوما اللي كطلعوا السوق لا ولا قالوا يطلع للمارشي وشوفوا المارشي بنادم مكنك ومريح ما كيخدمش كيقول لك انا بيدو ما خدموشي كيفاش ديك المره مسكينه داس ما عندي نص كيلو بطاطا اقسم بالله لو بقات كتبكي قالت لك كلشي غالي انا ودي عزز عليا ما تبرش ما نعمل والله الا عزز عليا نص يعني انت بيدك مزير ما حلتك لا بطاطا والله ابراهيم خلص 7 درهم خلص هاد الدينار كنبيعها ب 8 درهم واش الناس من 10 فرق ما غاديش يزول وهذا العام كاينه شي بريوس ولا ما كاينه هذا العام غادي يكون ان شاء الله واقيلا ب 4 درهم الا بقات هاد الغلا هذا بصل 14 اليوم ومن ناحيه ديال الحاجه يكون ديك بريوات صغارين كبارين كبيره معوطه 4 درهم ضخمه 3 درهم عايشه برا خاويه يعني الربح ديالك ما بقاش كيما هو ديالي ما مشى 150 درهم في النهار دخلت لي بصله فيها كانت 20 كيلو نخدم بها ولا 17 حد الساعه كتبان السوق عامر فين هو مع اليوم الخميس كتبان لك كتعرف السوق كيكون عامر كنعرفوا هذا مسكي في هذا مسكي في هذا فين هو لا ها هو جاب السلعه فيكم اللي يمشي بها شحال هذه 150 درهم تخرج فيا 200 درهم انا تما عايش بها ودابا دابا 200 درهم في النهار واحد خصك يلاه تعيش وتغدى بها تعشى صافي تقادات سلام عليكم هذا عليكم السلام والله العظيم تقادات 200 درهم كتقادا دغيا جبتي الزيت جبتي بوطه كدا ما تمشيش للسوق 200 درهم الا جبتي بوطه ودخل لك الزيت فيها والسكر صافي الغدا والعشاء العواول غتبقى صافي معك راه 2000 درهم كاع ما حسبناه 70 درهم ولا 80 درهم في النهار زيد الضو والمواد فهمتيني وعم مصرف العواول تبارك الله كلشي كيطالب دابا كلشي كيطالب العواول كبار ودابا العواش راتينا عارف رمضان كيجبد كلشي كيجبد مع الاساس اذا بيدهم كيجبدوا ديك 5 درهم ديال الورقه اليوم 10 درهم كلشي دابا وساعه جيبوا الامتحانات جيبوا هادي وشوف الشعب كيفاش ماشي فين هو خصنا نعرفوا هادشي هذا ما ينبادل واش ما عند الدوله واش ما عند الشناقه اللي كيقولوا واش هادشي هذا لاعبيناه مع بعضيتهم في القاعه المشكل الاساسي الشناقه نزولوا الشناقه اخي حنا يجي الفلاح للسوق غنشريو ما عنده السلعه وغنبيعوها حنايا هذا بيع 10 هذا بيع 10 فكره مزيونه هادي والله الا حنا الشناق نديوها للحبس كاع ما يبقى لنا في السوق شنو كاين من الشناق ماشي شناق شي حاجه اخرى هذا الحديده ولا شي حاجه ديور ولا شي ديور شي حاجه كبيره تشنق بطاطا هاد السوق هذا ضربوا الدمار الشامل دابا خويا كيجي السوق 200 درهم ما كيخرج والو ما كيدي حتى حاجه مره كتخرج كتبكي قسما بالله منكر هذا اللهم كاين المارشي كتجبر اللي كيخدم بصح وقال كيقول لك انا ما خدمتش اللي كيخدم في المارشي غير الشناقه اخو مدبر 10000 درهم كيطلع السوق كيدور الصندوق كيدور الصندوق وحنا كنجيبوا لنا هذيك السلعه من عند الشناقه وكنبيعوا ونشريو فيها وبنادم كيعاين حنايا وحنا اللي ما كتحملوش مسؤوليه هذا الشيء اخي ابراهيم دابا يدك شركه سبع كديني ورد ديالك شاري وكنبيع شي كنبيع بالخطيه دي عينك والله الا كنبيعو بالخطيه مصابين بيعو باش الصندوق ما عاجيش كلشي فاصح ضروري يكون والله نوريك الخامسة تبقى تضحك ابراهيم قسما بالله خاو اللهم هذا منكر الحق خصو يعملوا الناس ديال المارشي اللي شابرين المارشي اما حنا هنايا اللي كيقول شي حاجه نتحداها ونسوق ويجلس معنا هنايا كتقرب الخضره للمواطن
هم سابقوا شي كلمه الخير، ومع ذلك تخرج ما مره ما جوج ما ثلاثه نساء كيخرجوا يقولوا الهضره ديال العيب، والراجل كيخرج يقول الهضره ديال العيب، اللي حنا ما كتحملوش فيها مسؤوليه مره، اللي كتحمل مسؤوليه فيها اخاي ابراهيم نقول لك ونعاود لك هو مارشي، الناس اللي كتحمل مسؤوليه تما، علاش حنا كنشريو من عندهم وكنجيو نبيعو هنايا؟ رئيس الحكومه هو اللي خصو يتحمل مسؤوليه في هذا الشيء، راه السلعه عند الفلاح كتسبع خمسه سته ديال المرات، كيشريها من عند الفلاح ويعاود تبيع اربعه خمسه ديال المرات، كيف توصل عند المواطن هنايا؟ كتوصلنا بالتريبل يا توصل هنا المارشي شاريها شناق ثلاثه شناقه شارينها غير باش تفهموا، ثلاثه شناقه شارينها، كيوصل المارشي العشور غالي الله يحسن العون، كاينه 50% 2% ثلاثه كيوقع الضغط، الحاجه في السوق كتكون كتعمل مثلا 7 الصباح ماتشي كتعمل 140 درهم، الا دار عليها السوق كتوصل 200 درهم، البصل وصلت 11 درهم 12 درهم في وسط المارشي، دابا شحال واصله في السوق دابا؟ دابا وصلت 13 درهم 14 درهم، دابا الدراري عاد تبقى تبيع البصل 15 درهم 12 درهم واقفه معلصيا اليوم اخاو شريتيها مارشي اليوم مارشي 12 درهم يعني وسنا شحال اسبيع خصني نبيعها 14 درهم ولا غير الصاير ترانسبور ابعد موطور خصو 70 درهم خاوه خصو 250 الله يدير شي تاول الخير والسلام هذه هي الهضره يعني دابا كشوف الغلا في مارشي مارشي كيشري الشناقه والشناقه ماشي في مارشي الغلا كاينه في الارض السلعه عند الفلاح كتسبع خمسه سته ديال المرات كاين انا بدي كنبيع الجمله اقسم بالله العظيم ما تقدر تدخل المارشي تبيع وتشري والله ما تجمع فلوسك تشري السلعه من عند الفلاح والدخله المارشي ما تربحش فيها ميرانا وسكنه كتوقع لي لي انا ماشي شي واحد كتشري السلعه من عند الفلاح والسلعه باش تساويها في موطعه كتباع في مارشي طنجه بعد ساعات يعني كاينه الناس مزيانين كاينه الناس من مارشي الله عمرها سلعه والناس بالكل ما يعطيك سلعه وتبيع وتشري وعادك كتجي خرج من تبار شي الغش مار تبار شي الغش دابا سينا تجوز سيكون سي خدام في الشركه دابا خرجتي من الشركه وجيت مشيت برا الشركه علاش دابا خرجتي من الشركه وجيتي نصو ما في الشركه انا قلت لك السميك ما كافيكش السميك واخا تعيا ما تجري يا ريف بحال اللي ما كتعمل والو يعني خصوصا ما تجوزتي طلعت عليك المسؤوليه بزاف لا بقيتي في الشركه راه ما عاد تجيب والو واش الشعب راه مسكين راه صافي وصلت بها خاي وصلت بين اقصى صافي ما انا كنشوف الدراري تبارك الله الدراري كتخرج كتكافح الدراري زعما خصها تعمل شي حاجه في المستقبل يتعاونوا معنا حتى هما ماشي هو ماشي عاوز يزيدوا يكملوا علينا مثلا واحد يلاه بدا خصهم يعاونوا نعاونوك لا ماشي تينا اخر بدا غتكمل عليه ايوا حنا نقولوا اخي هضره وحده الله ياخذ الحق والله ياخذ الحق والله ياخذ الحق والله ياخذ فيهم الحق تبارك الله خاو ديالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هاتينا اللي عطى الله هاتينا كتشوف شنو عندك اليوم هنايا عندي السردين وعندي الشطون وعندي اللوبر وسردامورا يا بنيه شحال الثمن ديالي هذيك 25 درهم كنبيع 3025 درهم نكيلو نكيلو اه الشطون 25 شحال كانت دابا قبل ما تنوض الغلاء الاسعار؟ كتوصل لي هذاك هو الثمن ديالك كتوصل 30 درهم يعني دابا الحوز كامله باقي هو الثمن ديالها هو الثمن ديالها هو هذاك دابا خصنا غير وكل وكل ما كاينش شحال شحال الشطون؟ الشطون 25 درهم رخيص هو هذاك الثمن ديالو معوض دابا سيردين انا برانك دابا هذا 25 درهم جا رخيص رخيص علاش 45000 رخيص وهذا شحال كيلو هذا 25 20 درهم شرا ال 40 18 درهم دابا الثمن ديال الحوت ما تغيرش مره الثمن هو هذاك خصنا غير الوكل اللي يجي ياكل وراه الناس هذا الشيء راه غالي ما يقدرش يجي يشري 1000 فرانك شطون 25 25 راه بزاف لا رخيص ماشي غالي 25 هذاك هو الثمن ديالو ما كيطيحش الشطون الشطون لا رخاص كيعمل 20 درهم لا رخاص وراه حنا عندنا جبح وراه خصهم يكونوا 25 وكاين شطون 1500 عاوتاني الصحراء هذا شطون ديال العرايش ديال الصباح رخيص شرا لا هو دب لا عاوتاني شحال هذا؟ هذاك 18 درهم ادبي براك 18 درهم الثمن ديال الحوت رخيص خصنا غير الوكل الثمن ديال الحوت رخيص خصنا غير الوكل السلام عليكم محمد تبارك الله عليك اخي ابراهيم السلام عليكم ومرحبا بكم في سوق القرب كسبرطة جيت لواحد السوق اللي شنقول لك كيمتاز بالاثمنه في المناسبه وفي الواخا رغم الغلاء رغم كل شيء كنظن سوق مناسب للطبقه المتوسطه ولكن دابا اخي محمد كنتفاجئوا بواحد الحاجه كليان كيلصق فيكم ونسوما كتلصقوها في مارشي ومارشي كيلصقوها في فلاح وهاد الاسعار دابا ملي غلات ما بقيناش عارفين شكون السبب ديالها شوف الغلاء ماجي من المصدر الغلاء ماجي من المصدر من عند الفلاح ومن عند اللي كيشري من عند الفلاح لان كيش غادي نقول لك الفلاح ملي كيبيع راه ما كيبيعناش حنايا بطريقه مباشره بطبيعه الحال راه كدوز ثلاثه حتى لاربعه المراحل كتوصل لعندنا
وكل واحد خصو هامش الربح ديالو. زعما ضروري تزكوز على 3 ساعات نقدروا حنا نتسخروا. واحس المراقبه ضعيفه. شي مشكل اخي. غنسقسيك على حساب جداد شحال وصل اليوم في السوق. اليوم اخي كنشريوه ب 17 ونص وكنبيعوه ب 19 درهم ديالنا هي اللي عندنا في الكيلو. تبارك الله، يعني جداد طلع واحد الطلعه دابا ماشي عادي. يعني بعض المرات كيكون هنا موجود. كيكون منخفض، ولكن الا كان قليل كيمشيو مورا حتى القنيطره ويجيبو حتى هنا ضروري الاتعاب ديالهم وداك الشيء. دابا واحد تقريبا واحد جوج سيمانات كنهاود جداد، شحال كانت الثمن ديالو؟ كان كنشريوه ب 15 وكنبيعوه ب 18، يعني ناقص درهم. وهذا الشيء اللي كاين، مره طلع مره هود، هما يعني تابعين السوق على حسب الغلا اللي كان كيكون في بلاصتو، والا كان رخا كيكون عاوتاني من بلاصتو. يعني انتوما ما كتزيدوا والو، الغلا هما اللي كيزيدوا، صناعي باش كتشري. في هذا الميكا، في هذا الماء، في هذا الضوء، في هذا التعب ديالي انا، وهذا الشيء اللي عطى الله. يعني انتوما كتحاول ما امكن عاود ما تغليش على الكليان باش. ما كرهناش باش ما كان كنقصوا لهم حنايا، يعني كندوجوا الدراهم فقط. الكلمه الاخيره ابراهيم لستوت كاسابراطا اللي كنشكروا فيها السلطه المحليه بالرئاسه الباشا والقائد المنطقه والقياد ومقدميه جميعا. كلمه اخيره كنطلبوا من الله عز وجل ان السوق هذا يقلع بحول الله. ليها 3 سنين دابا الافتتاح اللي تسيدنا الله ينصرو هذه الاستفاده الملكيه، وهي باقا تدريجيا يعني شويش شويش شويش، ان شاء الله يكون خير في هذا السوق هذا. ونتمناو نتمناو نتمناو خير هذا السوق كاسابراطا اللي 3 سنين وحنا كنعانيو فيه وباقي كنعانيو فيه، وفرج من عند الله عز وجل اللي نطلبوا يكون السوق يقلع شويش. راه السوق حيطت مرة طاح السوق مرة، وحنا نطلبوا من الله يقلع السوق. شكرا. نتمنى ان شاء الله الخير يكون مازال مقدم. طلبوا على الله اخي ابراهيم، شكرا بزاف الالتفاته ديالك اللي جيتي عندنا لنا، وكنشكروك بزاف تينا واخ سفيان. الله يرحم والديكم. شكرا اخي ابراهيم. الله يرحم والديكم. هذه هي نهايه الفيديو اللي عملنا في كاسابراطا، وشفنا الاسمنه والاسعار فين واصله. نتمنى من الله يكون على الخير، ونتلاقوا في السوق اللي مازال. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.